وصل الفريق الوطني للبحث والإنقاذ مساء أمس على متن طيران سلاح الجو السلطاني العماني إلى العاصمة النيبالية كاتماندو للمشاركة في عملية الإغاثة الدولية جراء الزلزال الذي ضربها مخلفا آلاف الضحايا. تختتم اليوم فعاليات معرض الاتصالات وتقنية المعلومات كوميكس 2015 والذي استمر لمدة 5 أيام بمشاركة 34 مؤسسة حكومية و145 مؤسسة خاصة، بالإضافة إلى 4 دول هي سنغافورة وليتوانيا وإستونيا والكويت. شهدت العاصمة العراقية بغداد مساء أمس انفجار 5 سيارات مفخخة في مناطق متفرقة أسفرت عن مقتل 17 شخصا على الأقل، وذلك بعد رفع العمل بنظام حظر التجول في وقت سابق من العام الحالي. تواجه الحكومة الألمانية ضغوطا متزايدة في أعقاب تقارير زعمت أن برلين ساعدت الولايات المتحدة على التجسس على قادة الاتحاد الأوروبي وشركات أوروبية. يحتاج تشيلسي إلى الفوز على ضيفه كريستال بالاس بعد غد الأحد لكي يتوج بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ العام 2010.